الأشياء حولنا لا تنتهي، والإنسان لا يتوقف عن الاختراع كل يوم. تنجو العديد من الاختراعات، تتراجع اختراعات أخرى، وتتحول غيرها من شكل إلى آخر طبقاً لاحتياجات كل زمن. لكن هل توقفتم لحظة لتعرفوا كيف بدأت الأشياء؟ لذيذ. الكثير منا تأسره رائحة طعام معينة وياخذ طعم طبقه المفضل إلى عالم آخر، لكن هل تساءلنا في يوم من الأيام عن قصة التوابل اللي تضاف إلى أطباقنا؟ كيف بدأت؟ ويا ترى كيف انتشرت؟ وكيف صارت جزء من ثقافات الشعوب وتقاليدها في الطعام؟ يقال في إحدى الروايات أن ملكة سبأ أرسلت إلى النبي سليمان عليه السلام هدية اشتملت على التوابل والذهب والأحجار الكريمة. هل كانت التوابل يوم الأيام غالية لهالدرجة؟ يصعب علينا تخيل أكلنا أحياناً من دون التوابل، فالطعم معاها دائماً أغنى وأشهى وأكثر قبولاً، فهي تحمل روائح طيبة ومذاقات ونكهات ما تتعوض. وتمكن البشر خلال تاريخهم الطويل من استغلال الكثير من أنواع النباتات واكتشاف عدد كبير من الأنواع اللي ممكن يستخدمونها كتوابل تطيب اللحم أو الخضار وتخرجها من رتاب طعمها التقليدي. أيضاً كذلك الجو إلى البذور والثمار الناضجة مثل الفلفل والخردل، والجذور والأبصال مثل الزنجبيل والثوم، والأوراق والقشور كما هو الحال مع الزعتر والكزبرة والبقدونس والنعناع وإكليل الغار. لكن هل كنتوا تعرفون أن التوابل اللي نتناولها في جميع أطعمتنا ونشتريها من السوق بسهولة وبساطة كانت حتى فترة قريبة محور الاقتصاد والسياسة والصراع والرحلات الجغرافية والكشوفات، وكانت سر الثراء والغنى؟ إذا تتبعنا تاريخ التوابل نجد أنها تلخص تاريخ التجارة والطرق والقوافل والبحار والصراع بين الدول، فالتوابل افتحت باب للعولمة، وراح نجد أيضاً أنها أثرت على السياسة والاقتصاد والثقافة وأساليب الحياة في العالم. فكانت التجارة بالتوابل وحتى القرن الماضي دافع للاقتصاد العالمي ومنشأ العلاقات بين الأمم، ومنها تكونت حلقات الاتصال بين فترات التاريخ، ولها يرجع الفضل في إيجاد الاتصال بين الشرق والغرب بصورة مستمرة. يعرف التابل عادة بأن الجزء العطر من نبتة استوائية، سواء كان في جذرها ولا لحائها ولا زهرتها أو بذرتها، وجميع التوابل ذات منشأ آسيوي باستثناء الفانيلا والفلفل الحار والفلفل الحلو. والتوابل الرئيسية هي القرفة
والقرنفل والفلفل الأسود وجوزة الطيب والفلفل الحار، ومنها أكيد توابل أخرى كثيرة مثل الهيل والزنجبيل والكركم. التوابل رفاهية لابد منها على كل مائدة، فهي تضيف سحر وألق وتميز إلى طعامنا. كم من مرة تسألنا من أين تأتي هذه النكهات الرائعة وكيف توصل لنا؟ ويمكن شرد فكرنا إلى أماكن نموها وأشكال نباتاتها، لكن لعل القليل القليل منا فكر إن كان لها تأثير على أمور أخرى غير الطعام، مثل تأثيرها على الحضارات والتاريخ ونهوض الأمم وانهيارها، وكم من حرب اشتعلت بسببها وكم من دماء أزهقت في سبيلها. يصعب علينا وضع تاريخ محدد لبدء استخدام التوابل، إلا أن كان لها تاريخ طويل في آسيا قبل وصول الأوروبيين لها بوقت طويل، وألهمت معرفة الأوروبيين بالتوابل وتذوقهم لها أساطير وحكاية متعلقة بالفردوس المفقود وبالشعوب والأماكن البعيدة عنهم، حيث ساد الاعتقاد بوجه عام خلال القرون الوسطى بأن التوابل والأحجار الكريمة تأتي من جنة عدن، تحملها إلى الدنيا أنهار تنبعث منها، وكان الجغرافيون وقتها يوضحون موقعها على خرائطهم برسم دائرة أو نصف دائرة ويكتبون إلى جانبها هنا موضع الجنة، وكان يعتقدون أنها تقع بالشرق في أقصى شماله عالية مرتفعة حتى أنها تلامس القمر وتحيط فيها أسوار شامخة وتكسوها أوراق الأشجار الخضراء. وللتوابل قيمة ومكانة تاريخية عظيمة، وكتعبير عن قيمة التوابل لدى الرومان قاموا بحرق مخزون كامل من القرفة كجزء من مراسم تشييع زوجة الإمبراطور نيرو. من الملفت أيضاً أن كلمة توابل لا تظهر في اللغات الأوروبية إلا في نهاية القرن الثاني عشر ميلادي، وسحرت التوابل عقول الأوروبيين لما اكتشفوها لأول مرة، قالوا إنها جميلة ورائحتها القوية وطعمها الشهي، وكل هالأشياء ساهمت في الإعجاب فيها والإقبال عليها. والظاهر أن البرتغاليين كانوا أول الأوروبيين اللي أتوا بالقرنفل إلى الجزيرتين تيدور وترنت بداية القرن السادس عشر، لما قاموا ببناء أول مستعمراتهم في هذه المنطقة من العالم. ويقول الكثير من المؤرخين أن الدافع وراء رحلة المكتشف والبحار البرتغالي فاسكو دي غاما الشهير نهاية القرن الخامس عشر كان السيطرة على طرق تجارة التوابل والتحكم فيها، فكان البرتغاليون والإسبان في هذه الفترة يشكون من الأسعار اللي كانت تفرضها مدينة البندقية الإيطالية. كانت البندقية تسيطر على عالم التوابل وتجارتها وتحتكر في الشرق الأوسط منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر، ويقال أن المدن الإيطالية كانت تستورد 1000 طن من الفلفل الحار و1000 طن من البهارات الأخرى في السنة، وكان أغلاها الزعفران وما زال. طبعاً كان للعرب دور كبير في تاريخ التوابل وعوالم تجارتها، فسيطروا على طرق تجارتها بين الشرق الأوسط والهند لفترات طويلة حتى الأزمنة الرومانية، وأثناء ذلك أصبحت مدينة الإسكندرية في مصر من أهم المراكز التجارية الخاصة بالتوابل بين الشرق والغرب. سيطر العرب على الطرق البحرية للمحيط الهندي في القرون الوسطى، واشتغلوا على استيراد ما لذ وطاب إلى مناطق الخليج العربي والبحر الأحمر قبل أن يعاد توريدها إلى القارة الأوروبية. ويرجع الفضل في معرفة جوز الطيب والفانيلا في بلاد الشرق إلى عصر الخلافة العباسية في بغداد، والدور الكبير اللي لعبه
مرفأ البصرة في عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالتوابل. من فينا ما شاف مسلسل الكرتون الشهير مغامرات سندباد؟ التاجر، المندفع، البطل. يقال أن قصص السندباد البحري مستوحاة من رحلات البحارة وتجار التوابل من البصرة ومناطق الخلافة إلى الهند وغيرها من المناطق في تلك الأزمنة. بعد دور العرب أتى دور الأوروبيين اللي بدأوا باكتشاف العالم وعملوا على تطوير تجارة التوابل وعوالمها بشكل لم يسبق لمثيل، وبدأ البرتغاليين نشاطهم على هالصعيد عبر طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. كانت التجارة بالتوابل في الماضي منشأ العلاقات بين الأمم، فكانت أيضاً سبب للاستعمار. فبعد انتهاء الحروب الصليبية فضل الغرب البحث عن أماكن زراعة التوابل بدل من انتظار العرب والفرس عشان يزودونهم فيها، فسيرت كل دولة حملاتها في سبيل البحث عن أماكن زراعة التوابل، وانشأت المنافسة بين الهولنديين والإنجليز والإسبان والبرتغاليين، وصار الكل يسعى للوصول إلى التوابل واحتكار تجارتها في سبيل تحقيق هالرغبة. ارتكبوا مذابح بحق الشعوب الأصلية في الجزر اللي تنتج التوابل، وتم احتلال بعضها بالكامل أو اخضاع سكانها للهيمنة، ونشط القراصنة في سرقة السفن التجارية المحملة بالتوابل واللي غرق الكثير منها بسبب الحمولة الزايدة. خلال 50 عام اللي مضت ظهرت العديد من السلاسل المنتجة للأطعمة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. كان أحد أسباب نشأة هذه السلاسل هو توفير الطعام لأعداد السكان المتزايدة. طبعاً تستهلك هذه الشركات كميات كبيرة جداً من التوابل، وتشكل التوابل المادة الرئيسية في الصلصات والمنتجات المعبأة، المنتجات اللي تملأ السوبر ماركت. وللتأكيد على هالشيء ممكن لأي أحد أنه يقرأ الليبلز الموجودة على العلب والصناديق والمنتجات المجمدة عشان تعرفون الانتشار الكبير للتوابل في مختلف المنتجات. وبالرغم أن الكثير من الدول تنتج التوابل وتزرعها هالأيام، فإن زراعتها وإنتاجها على نطاق واسع واستهلاكي على الصعيد العالمي يرتكز في عدة دول مثل الهند والصين وبنغلاديش وباكستان وتركيا ونيبال وغيرهم. وحسب إحصاءات عام 2004 الصادرة عن منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، فإن الإنتاج العالمي من التوابل في ذاك العام وصل إلى نحو 2 مليون طن، و86% منها من الهند، ويمثل مثلاً الكمون والفلفل الأسود والأحمر والكركم والهيل والكزبرة معظم صادرات الهند، بينما تستقبل أمريكا ما يقارب من ربع هالصادرات. ما اقتصر استخدام التوابل على التمتع بالطعام بس، بل تعداه إلى اعتبارها مصدر للعادات الصحية، فكانت تدخل في الكثير من الأدوية القديمة لشفاء الأمراض اللي انشأت في القرون القديمة والوسطى. والله بيني وبينكم أنا جدتي ما زالت تستخدم الأعشاب إذا أقول لها أني تعبانة، مع أن هالشيء قل نسبياً في ضوء الثورة العلمية والطب الحديث، إلا أن الفوائد الصحية الإيجابية العديدة للتوابل ما زالت موجودة في عالمنا اليوم. تستخدم أيضاً التوابل في العلاج، فإن كان لها دور كبير في مجال التجميل، بحيث تدخل في صناعة بعض العطور ومنظفات البشرة والشامبو ومنتجات تقشير الجسم من الخلايا الميتة، وتساعد أيضاً على الحد من التوتر والقلق. يعتمد خبراء التدليك والمساج على روائحها الزكية في العلاجات اللي يقدمونها لزباينهم،
بحيث تمنح العضلات المتعبة الراحة والاسترخاء، كما أنها توقظ الحواس. فمثلاً يستخدم الزعفران في إزالة التوترات ومعالجة الأرق والكآبة ومشاكل النوم وتنشيط الدورة الدموية، هذه مهمة لا تنسونها. وتكتسب التوابل عند المسلمين أهمية خاصة في بعض الأشهر، مثلاً في رمضان تتحضر الأسر لاستقبال الشهر بعادات كثيرة، منها أن تقوم ربات البيوت خلال شهر شعبان بشراء أنواع التوابل على شكلها الطبيعي سواء أعواد أو حبات، وبعدها تقوم بغسلها وتجفيفها وطحنها حتى تحافظ على كامل نكهتها. أنا أسوي هالطريقة مع الهيل، بحيث تعتبر التوابل شيء جوهري لنجاح الأطباق التقليدية المتنوعة. تعرفون أيضاً أن التوابل ألهمت شعراء وكتاب حول العالم؟ فالكاتبة الهندية الأمريكية تشيترا بانرجي ديفاكروني أصدرت رواية عام 1997 بعنوان The Mistress of Spices. كل فصل من هالرواية عنوانه باسم تابل معين، مثلاً في الكركم، في القرفة، الفلفل، الشمرة، حب الفلفل وغيرها من التوابل المتنوعة. وفي الرواية تربط الكاتبة بين العنوان والموضوع، بين التوابل والشخصيات المتباينة، وتعطي الكاتبة التوابل قوة سحرية، وعلى الشخصيات في الرواية أن تستخدم هذه التوابل على النحو صحيح ولائق عشان تقدر أن تمارس سحرها. فمثلاً الكركم يمنح الأمل بولادة جديدة، الفلفل يطهر النفس من الشر، الشمرة تهدي الأمزجة وتسكن الانفعالات، الشعير لتخفيف الألم والمعاناة وغيرها. طبعاً نالت روايتها إطراء النقاد في أمريكا، وحصلت على رواج كبير وظلت ضمن قائمة الكتب الأعلى مبيعاً لمدة 15 أسبوع. اليوم يتصدر الفلفل الأسود السوق العالمية للتوابل وفقاً للإحصائيات، ويأتي على رأس قائمة الاستهلاك العالمي، وبعده مسحوق الفانيلا في المرتبة الثانية، ثم الزنجبيل. وساعد هالتطور في استخدام التوابل من الاستعمال المنزلي إلى الإنتاج الكبير في دفع شركات التوابل على التركيز أكثر على الطرق العلمية لتطوير التوابل وتسويقها. وأصبح الاهتمام أكبر بنوعية التوابل ونقائها، خصوصاً أنها تدخل في المنتجات اللي يستهلكها الملايين، وإن صح التعبير المليارات من البشر على مدار الساعة يومياً. أيضاً ما عادت مراكز المدن والبلدان الصغيرة حول العالم هي الوحيدة اللي تنوع فيها المطاعم العريقة اللي تعكس تاريخ التوابل في الألفية الأخيرة، وما عادت المدن الكبيرة مثل نيويورك وسنغافورة ولندن وأمستردام ودبي هي وحدها المراكز الرئيسية للأطعمة القادمة من بورما والمكسيك والهند والتبت وتايلاند. بل في ظل تطور طرق التخزين والتبريد والشحن والنقل، أصبحت كل المنتجات تصل لكل بقع العالم بسهولة. يقول أحد الطهاة يراعي المطبخ الحديث اليوم مسألة استعمال التوابل الحادة، ويراعي الذائقة الأجنبية، فمعظم الأطباق مقبولة جداً من ناحية حدة التوابل لجميع السكان من مختلف الأذواق الغذائية. تطورت وتنوعت استخدامات التوابل في الفترة الأخيرة عبر القارات في عدة مجالات تجارية، فمثلاً مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بإنتاج عطورات مجففة بمزيج توابل مثل الزنجبيل والكمون والكزبرة، وهالشيء يعطي صفة رجولية دون ما تكون ريحته لاذعة للعطر. وأيضاً معروف أن من أكثر العطورات مبيعاً في العالم فيها مزيج من جوزة الطيب والزنجبيل، ويسعى الكثير اليوم من المختصين بالنبات والتوابل لابتكار عطور فريدة يدخل فيها عبير الفانيلا والتوابل مثل القرفة والقرنفل والبخور، إضافة إلى المسك والعنبر عشان يعطونها سحر وغموض.
بعد رحلتنا في تاريخ التوابل شفنا كيف إنها ارتبطت بالكثير من المواضيع عبر الزمن. بعد هذه الرحلة شنو اللي يخطر على بالكم في المستقبل عن هالنكهات الحلوة؟ كيف تتطور أكثر؟ وشنو اللي راح تدخل في صناعته؟ وهل بنكتشف استخدامات جديدة لها؟